طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. كيف ينظر المواطن العراقي إلى قمة بغداد التي انعقدت اليوم بحضور رؤساء دول وملوك ووزراء خارجية لدول عربية وإقليمية وإلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث أكد وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين بأن بعض الصراعات السياسية الداخلية في العراق لها أبعاد إقليمية. وقال حسين في البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق بأن الوضع الداخلي العراقي مرتبط بالمنطقة، واستقرار العراق يعني استقرار المحيط الإقليمي والمنطقة بكاملها، لافتا إلى اتفاق الدول الحاضرة على دعم العراق اقتصاديا وأمنيا ودعم سيادته، كما كشف وزير الخارجية الحالي في محضر إجابته عن أسئلة الصحفيين. كشف عن لقاءات جانبية بين الدول على هامش المؤتمر، مبررا غياب النظام السوري عن المؤتمر بأنه يرجع لأسباب وصفها بغير العراقية. إذن كيف ينظر المواطن العراقي إلى قمة بغداد؟ رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قال بأن العراق لن يكون منطلقا للاعتداءات على جيرانه وساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية بحسب قوله. وأضاف الكاظمي خلال مؤتمر دول جوار العراق الذي عقد في بغداد بأن الإرهاب والتطرف بكل أشكاله يشكل خطرا على الجميع. هذا وعقد المؤتمر الذي شارك فيه عدد من الدول العربية والإقليمية والغربية في وقت تهيمن فيه إيران وميليشياتها على العراق ومقدراته، فيما تعجز حكومة الكاظمي عن الحد من هذه الهيمنة. طبعا مجلة نيوز ويك الأمريكية يوم أمس قالت بأن دول الخليج العربي تواجه توترا إضافيا وتساؤلات حول ما إذا كان العراق سيكون دولة مستقلة أم سيبقى تحت النفوذ الإيراني. وأشارت المجلة الأمريكية قبيل عقد مؤتمر دول جوار العراق يوم أمس هذا المقال، قالت إلى أن هذه المخاوف تزايدت بعد أن أسفرت الاجتماعات حول شراكة العراق مع الولايات المتحدة عن نتائج غير واضحة. ولفتت المجلة إلى أنه مع وجود العراق كحاجز بين إيران ودول الخليج فإن مستقبله يظل مصدر قلق كبير، خاصة بأنه ما زال يتعرض لضغوط كبيرة من إيران وأمريكا ضمن الصراع النفوذ المتصاعد بينهما. نعم، معنا اتصال محمود من الموصل. محمود، كيف ترى قمة بغداد؟ والله هذه قمة شلون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله هي هذه القمة حموزي أنا. ليش؟ يا ريت تنص التلفزيون للأخير محمود. نص التلفزيون يا أخي للأخير، واحكي على راحتك حتى تفهم علينا ونفهم عليك والمشاهد يفهم. نعم. تفضل. نعم، شلون نشوف قمة بغداد اليوم؟ شنو رأيك بها؟ هذه كلها على الطاق. كله عن نعم. كل من يقول انطيني. وبتياب بس يقول الله يطلعون الميليشيات. هسه عندنا 100 دولة. 100 تسمعني؟ أسمعك. 100 دولة. نعم. كل من قابض له بس يقول عاد يهرب عنا. نور المالكي يطحنها ونصينا للشيعة للقبة والشراخان والحدانية والتل أعفر مليار الجبهة من حجل المومو السلع بالشعب. الشعب مو زواج الشعب بالشعب تحك شو بسوى بالشعب بسوى بدي على ضربة بالحمارات حتى فعلوا للشعب. احنا مشاكلها كركوك يضربهم بالطيارات
الميليشيات جابها بقاعد تسميكر قام دول الدواعش اكبر ارهابي بالعالم وكل الدول عفته. هذا حق يمسح نفسه، عيب عيب عليه عيب. والسعديه خذ اليوميه في موصل يقول انا بفلوسي اشتري صوت مدى العافيه شبعها شبك. يعني انت تشوف هذه القمه قمه بغداد يعني ليس لها نفع للعراقيين ام تراها بعكس ذلك؟ شلون؟ العرض لنا بها صالح. تعرف شنو لنا بها صالح؟ عرض لنا بها صالح شافوا سلاح بالعراق. نساء لعب بها بالسجون. لعب بها بالسجون. يعني حتى لو عمره 10 سنين يصير بالسجن جريمه من الله. بعد تشوف الدول العربيه ايش صار بينا. قاعد يبوقون على نعم. كل مستلم له بير. عندنا 140 بير بالعراق. كل رئيس كتله مستلم له بير. كل رئيس كتله مستلم له سجن. نعم. رئيس كتله مستلم له منفذ. وابو مسعود البرزاني ماله لما راح السعوديه ذكروه بها. لما هو جلس نعم اخي محمود من الموصل. كان معنا شكرا لك. طبعا شهدت العاصمة بغداد ازدحاما مروريا خانقا بسبب قطع عدد من الطرق الرئيسية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دولي جوار العراق. وقالت مصادر صحفية بأن الإجراءات الأمنية المشددة في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء تسببت بتكدس مئات العجلات التابعة للمواطنين في طوابير طويلة في التقاطعات الرئيسية. وأضاف المصدر بأن قطع الطرق ومنها طريق محمد القاسم السريع تسبب بزخم شديد، ومنها كذلك على المناطق القريبة وسط بغداد حيث شهدت ساحة قحطان وشارع مطار المثنى وحي القادسية في جانب الكرخ اختناقات مرورية فضلا عن منطقة اليوسفية ومدخل هور رجب جنوبي العاصمة. وطبعا هذه الحالة عندما يزور كل مسؤول أو تصير مثلا فد مؤتمر أو رئيس دولة يعاني المواطن العراقي من هذا الأمر، الاختناقات المرورية الحادة. طبعا رأى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن التوترات الإقليمية أضرت بالعراق. وقال أبو الغيط في كلمته التي ألقاها خلال أعمال مؤتمر بغداد بأن الأوان أو آن الأوان لأن تمحى الطائفية من قاموس المنطقة داعيا إلى دعم وجود عراق مستقر وذي سيادة مصونة ومنع التدخل في شؤونه الداخلية. كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن حمد العثيمين بأن العراق على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعمه من قبل الجميع دون التدخل في شؤونه الداخلية وخصوصا من دول المنطقة. وأضاف العثيمين بأن منطقة التعاون الإسلامي تدعم وحدة العراق واستقراره وعمليات الإعمار والتنمية فيه لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع في إطار احترام سيادته على أرضه. أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فقال بأن أمن العراق هو من أمن المنطقة كلها. وأضاف الملك عبد الله خلال كلمة له في مؤتمر بغداد بأن عراقا قويا يشكل ركيزة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وركيزة للتعاون بين دول المنطقة، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره هو من أمن وازدهار الأردن. وبين بأن العالم يشهد الكثير من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي سلطت الضوء على الكثير من التحديات العابرة الحدود كنقص الأمن الغذائي داعيا لتقريب وجهات النظر بين الدول. معنا صباح من بغداد. أخي صباح، أنت كمواطن عراقي كيف تنظر إلى قمة بغداد؟ يعني سبقتها الكثير من الزيارات من قبل رؤساء دول من قبل مسؤولين. عقدت قمة جامعة الدول العربية في عام 2012، يعني سبقتها حملة اعتقالات واسعة بصفوف المواطنين كانت على نهج طائفي، منهم لغاية الآن لا يعرف مصيره. فهذا المؤتمر أو هذه القمة ليست الأولى منذ العام 2003 ولغاية الآن. فأنت كمواطن عراقي، هناك من استبشر بهذه القمة وهناك لم يعول على هذه القمة، كيف تراها أنت؟ شكرا
السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. بالنسبة للقمة اللي سووها، يعني لا راح تقدم ولا تأخر، لأن احنا بهذا الوقت المحرج اللي هو قبل الانتخابات، يعني شنو جايين؟ يعني جايين لتأييد الحكومة الظالمة المجرمة الفاسدة. يعني الآن احنا نتوقع عنها مبادرة إيرانية والمضيف هو مصطفى الكاظمي وحكومته القتلة. فاحنا ليش بهالوقت هذا؟ ليش هاي الفترات هاي 18 سنه من قمع للشعب وقتل للشعب وجوع للشعب والظلم الموجود علينا ما سووا قمه بخصوص العراق والملف الامني وغيرها والاقتصادي مثل ما تكلموا هم؟ احنا كل المسلمين باستثناء حكام العرب يعرفون ان هاي الحكومه حكومه مجرمه وانها تبعيه واحد اذرع ايران بالمنطقه، واللي هن اربع اذرع: حزب الله في لبنان والحوثيين باليمن وبشار الاسد والحشد الموجود بالعراق، كلهم ناس ميليشيات ولائية إلى إيران. يعني يصير من هذول الرؤساء العرب ووزراء الخارجية يروح يسوون قمة مع الحوثي أو مع بشار الأسد، شو راح نقول عليهم؟ راح نقول عليهم ذول كلهم مجرمين مشتركين بالجرم اللي جاي يسوونه ذول الميليشيات. فهي ما تفرق الحكومة العراقية عن حزب الله في لبنان وعن الحوثي وعن بشار الأسد والمجرمين اللي وياه. فذول العرب الحكام العرب مع الأسف عليهم كلهم بدون استثناء الحاضرين. يعني قمة شنو قراراتكم أنتم اللي صب مصلحة المجتمع العراقي؟ السجون مليانة، الجوع موجود، البنية التحتية مدمرة، مشاريع ماكو، فاسدين، اللي مسيطر والمهيمن هو الميليشيات الحشد. ما عندنا حكومة، احنا شلون تأيدون هاي الحكومة؟ يعني الشعب كله الظاهر محافظات سنية سابقا وتم تدميرها على يد هاي الحكومة، وهسه المحافظات اخوتنا المحافظات الجنوبية ايضا الظاهرة ثوار تشرين وتم قمعهم من قبل الحكومة. اذا الحكومة مجرمة، حكومة ميليشيات، شلون انتم تجتمعون مع ناس مجرمين وقتلة؟ ليش السؤال الحرج؟ سؤال صباح، انت اذا تلاحظ كل تصريحات الرؤساء وزراء الخارجية الملوك الأمراء في هذه القمة يعني تشير إلى وضع العراق وإلى أنه هناك تدخلات خارجية وأن استقرار العراق هو من استقرار المنطقة. يعني تقرأ ما بين السطور وواضح الأمر أنه هناك معرفة بوضع العراق وهناك معرفة بمن يؤثر ومن له النفوذ في العراق. أستاذ عمر، كلها سياسة كاذبة. هم كل اللي حاضرين يعرفون أن اللي الشخصيات المؤثرة هم الإيرانيين والمصطفى الكاظمي اللي لهم دور، وكل هاي تغطية إعلامية، ناس يعرفوهم أنهم ناس أداة لقتل. يعني فالحاضرين كلهم الحاضرين يعرفون أن الحكومة يعني ما من وراها رجاء ولا من وراها تحسين وضع اقتصادي او اجتماعي او ملف امني يعملون عليه بصوره صحيحه. فهم هسه حاضرين، ايش راح يقدمون؟ يعني الناس، المجتمع العراقي ينتظر عفو عام، ينتظر هاي السجون، ينتظر البطاقه التموينيه المعطله، ينتظر الظلم الموجود على المواطن العراقي، وزاره الصحه المعطله، كل الوزارات معطله، وزاره الزراعه بلا 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 تقديم اي خدمه للفلاح او للمواطن العراقي، ما عندنا اي وزاره خدميه جاي تشتغل بصوره صحيحة. فهذول كل قراراتهم من يقول لك ملف أمني واقتصاد ومشاريع كلها كذب. احنا 18 سنة شعب مدمر، وهم اللي حاضرين اغلب الحاضرين هم يريدون العراق يبقى ضعيف ومفكك. يعني ما يريدون اكو ناس، لا الايرانيين ولا غير الايرانيين الحاضرين، يريدون عراق قوي. يعني يعرفون العراق اذا وقف على رجليه وهواي تجاوزات والسيادة اللي محوها جماعة الحشد سيادة العراق والقروقات من قبل الجوار، دول الجوار ما راح يقبل عليها اذا العراق صار قوي. فهم يريدون مفككين ضعفاء، المحافظه المقيته الطائفيه اللي جاي تنخر فينا من وراء حزب الدعوه والاحزاب الحاكمه. يعني انت ترى بانه لا عائد للمواطن العراقي من هذه القمة؟ ابدا ماكو اي عائد، والدليل ان القرارات مو مطمئنه. يعني ما اطمئن المواطن العراقي من قراراتهم. شنو اللي قرارات اللي صارت؟ مجرد يجمع اربع ساعات خمسه وطلع، ما بيها لا يقدمون ولا ياخرون. واحنا بلد محتل من قبل الامريكان والايرانيين، فدول الجهتين والدولتين هم اللي لهم تاثير على الوضع السياسي والاقتصادي والامني. هم اللي ذولي وكل ميليشياتهم التابعه للايرانيين والحشد وغيره هم الدول الناس المؤثرين. صباح يعني من بغداد كان معنا، شكرا لك. أبو علي من أبو غريب، أبو علي أنت كمواطن عراقي كيف تنظر إلى قمة بغداد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يخليك. كان بالبداية
بس اريد الله يشفي ابو دعاه عن السير وبغره الله يخليك. وبالنسبه هاي القمه لا تقدم ولا تاخر. وبعدين قبل القمه مقتدى الصدر يريد يرجع مال الانتخابات، شلون سوى الاستعراض العسكري؟ هم نفس الشيء تقدم ولا تاخر. وهذول على قولكم المثل اللي يسوي يخدمون بلد ولا يرجعون البرلمانيين هاي جرفوا الصخر ما حد علوات عليها. بس يعني شغلتهم شغله ثانيه وما تفيد. يعني نتمنى يعني العراق ورده مفتحه، كل ما الورده بالعراق يوخروها هم هذول. يعني الصدر ذاك اليوم صرح قال ارجع للانتخابات، لازم اخذ لها فلوس زينه للكاظمي على مود لا يسوي شوشره لا يسوي. هذا رجال يعني عايش يعني هيك على قدره رب العالمين. يعني كل ما تصير قمه لو تطلع يعني استعراض مال من شنو، بس الفقير اللي عايش يعني ايش قدره. والله يحفظ العراق ان شاء الله. شكرا ابو علي من ابو غريب. ابو يوسف من الدنمارك يقول تحيه لك استاذ عمر، يقول هذه مؤتمرات كما يقول ضحك على العالم والسرقه لاموال الدوله. راينا مؤتمر لدعم افغانستان يقول وانظر الى حالها، راينا مؤتمر لدعم لبنان وسوريا والصومال وليبيا وانظر الى احوالهم من سيء الى أسوأ، الارض إلى أسوأ. يقول لا، الأرض لا يقرر مصيرها إلا أهلها، على العراقيين يقول أن يتحدوا ويطردوا الدخلاء والسراق والذيول والأمريكان. بعد هذا المؤتمر سينسحبون قريبا. وتحية لك أستاذ أبو يوسف من الدنمارك. أما أبو محمد من العاصمة بغداد فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أي مؤتمر هذا؟ مؤتمر للشهرة وإبراز لشخص الكاظمي، أليس من الأفضل أن يصرف مبلغ 3 مليارات دينار التي خصصت لهذا المؤتمر الفاشل كما أسماه أبو محمد إلى النهوض بالشعب العراقي البائس الذي يستخدم الخبز ورفع ومن مستواه الاقتصادي والمعيشي والبناء والإعمار بدلا من هذه المؤتمرات؟ أليس الأجدر أن تحل الميليشيات وأن يكون استتباب للأمن وإنهاء التبعية لإيران وإنهاء المحاصصة المقيتة التي دمرت العراق؟ تحية لقناتكم الشريفة المحبة للعراق وشعبه. أبو محمد من بغداد شكرا لك. معنا اتصال من ديالة. أم محمد تفضل. يا أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد كيف ترين هذه القمة، قمة بغداد، كيف تنظرين إليها؟ والله أنا أنظر إليها يعني مثل إحنا ما عايشين ببيوتنا، ما يقدر الإنسان يصلح بيته يجي واحد من خارج يصلح له، يعني ما معقولة. يعني أنا عندي مشاكل داخلية خل أحلها وبعدين يعني أسوي قمة. أنا مو عندي ميليشيات وأنا مساعد الدولار وأنا مشاكل بالانتخابات ما تخلص وأجي أسوي قمة. يعني أنا اليوم والله ما راضي على هاي القمة. ما تخدمنا، نطيل البيان الختام شنو؟ نطيل الفائدة اللي راح تنعكس علينا شنو هي؟ تقدر شركات الطب تشغل ايد العاملة؟ تقدر؟ ما راح تقدر. يعني تقدر اهل القمة يقولوا لهم حاسبوا قتلة الناشطين يقدرون؟ ما يقدرون. انتبهوا شعبكم ما يقدرون، يعني بس شكلية، هاي قمة شكلية. تشوفي قمة شكلية لماذا برأيك؟ ليش؟ هل لا نحن مشاكلنا بالداخل ما حالينها اخويا عيني، احنا ما عندنا هواي مشاكل بالداخل. نعم يعني هالثاني اذا بيت اقبل يجي واحد من الخارج يصلح بيتي؟ اقبل؟ ما يصلح لي، اذا انا ما اشتغل ببيتي ما يجي واحد من الخارج اضل اتامل. احنا عندنا مشاكل داخليه، احنا راح نجر انتخابات واحنا لحد الان ما نعرف من اللي قتل ولدنا. حتى ما لنا نيه نروح نشارك. هم يحشوننا على الانتخابات، انت غير تنطيني تقنعني حتى اروح الانتخابات، تقنعني حتى اروح. قدم لي القتله، قد يحصل السلاح بيد الدوله حتى اقواني اخذ تغيير واروح انتخب.
نعم، هناك من يقول بأن القمة هي لي يعني من أجل الانتخابات المبكرة، هناك من قال بأنها لدعم مصطفى الكاظمي. القمة من أجل الصراع بين أمريكا وبين إيران، هاي القمة والسعودية ما تخدمنا احنا، هذا كله ما يخدمنا أخوي عيني. نعم شكرا لك. سفارة ورايح العالم وجاية، احنا شحاطين بجيوبنا، احنا شعبنا قاتلة جوع. نعم هاي يعني ان شاء الله وصلت صوتي. شكرا ام محمد من ديالى، كانت معنا ابو علي من واسط. تفضل ابو علي، كيف ترى او كيف تنظر الى قمه بغداد؟ هي فاشله بمعنى الكلمه. اولا هي ترويج للكاظمي لا اكثر ولا اقل، هذا واحد. اثنين، فشلت بتمثيل السعوديه وتمثيل ايران لوزراء الخارجيه. يعني هو كان يعني الهدف منها لقاء السعوديه وايران، كذلك يعني استغل العراق للقاء بعض القاده يعني مثل امير قطر مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وامير قطر مع الرئيس السيسي، لان ما حد يقدر يروح للثاني، تعرف الخلافات اللي صارت بين الدول، فالتقوا هم وصفوا مثل ما يقولون صافوا بيناتهم. كذلك المشاركة المصرية الأردنية كانت مشاركة اقتصادية، مصالحهم أهم لا أكثر ولا أقل. المشاركة التركية يعني ما أشوف لها يعني أي معنى وما أضاف شيء. الرئيس الفرنسي إجى حتى يروج نفسه ويزور الموصل ويزور المناطق اللي يزور إقليم كردستان، لذلك ما يعني هو أساسا حتى القمة ما لها هدف. يعني حتى لو يعني شنو الهدف منها ما معروف. البيان الختامي شنو هو؟ العراق مو ارض التجاوز على الغير، والعراق مو انطلاق المشاكل، هذا نعرفها. انت حافظ على السياده الداخليه. حتى امير قطر قال انه لازم السلاح ينحصر بيد الدوله، واعتقد هم انمسوا من هذا الامر لما انخطف احد يعني الامراء في العراق ودفعوا فلوس لحزب الله العراق، وكان الوسيط اعتقد نفسه هو الكاظمي جاب الفلوس وضمنه. فهي اساسا القمه فاشله، لا الشعب العراقي استفاد منها ولا حتى السياسه الخارجيه العراقيه. ثانيا العراقي يريد يكون وسيط، يعني مع احترام الاسم العراقي، اسم العراق معروف، لكن الحكومه ضعيفه، شنو تكون وسيط انت؟ انت ما عندك ضمانات، ما تقدر تملك كلمتك على دول باقيه، ما تقدر حتى انه مثل ما يقولون يعني عندك اقتراحات تقترحها على الدول. صراع سعودي ايراني هذا معروف، ليش اللي حليته انت؟ وحتى اليوم مبين بالصوره التذكاريه، كان المفروض يوقف الوزير الخارجيه السعودي جنب الوزير الخارجيه الايراني، بينما الايراني انتقل من مكانه وراح وقف في اول الصف جنب الشيخ محمد بن راشد المكتوم. يعني حتى ما قدرت توقفهم جنب بعض انت. يعني وزير الخارجيه من يطلع يقول احنا اللقاءات السعوديه الايرانيه بدات من العراق، وين احنا شفناها بالصوره التذكاريه تخالفوا، بعد شلون يدغون؟ ثاني اذا الزعماء ما حلت المشاكل، وزراء الخارجيه ما تحلها. فلذلك يعني حتى الوزير الخارجيه التركي قال العراق لازم يزرع وغيرها. طيب احنا مياهنا من سوريا ومن تركيا ومن ايران ممنوعه علينا، لان ماكو حكومه قويه حتى تجيب لنا حقنا من المياه اللي هو حق الدولي. فلذلك كانت قمه فاشله، تم ترويج للكاظمي الاسم الكاظمي حتى يرشح الانتخابات مره اخرى ويكون على الاقل انه اسم مستقل. طبعا هذا الاسم اللي راح يدعيه هو يقول انا مستقل، ويرشحونه الصدريين من بعده ما اخذوا ضمانات حتى يرجعون للانتخابات. فيعني العراق لا ناقه ولا جمل له بهذه القمه، مجرد خساره اموال. هذه الاموال اللي خسرها على القمه كان المفروض انه يبني مساكن للناس اللي عايشه، يبني مساكن ويعيد اعمار مدن العراق، ينطي فلوس للنازحين حتى يرجعوا الى مدنهم. كان افضل من هذا اللقاء. وحتى يمكن الضيافه ما كانت عراقيه، كانت اكو شركه هي مستلمه الضيافه داخل القمه. وشنو القمه اللي تعقدها ثلاث ساعات وبعدين يرجعون؟ انت ما وفرت لهم حتى الامان يباتون بالعراق لا اكثر ولا اقل، بس الرئيس الفرنسي وراح لاقليم كردستان حتى ما بات ببغداد، لان ماكو ضمانات على سلامته اذا قعد ببغداد. كان رئيس الجمهوريه وينه؟ وين رئيس الجمهوريه؟ بس استقبل له رؤساء اثنين. رئيس السيسي يستقبله، يعني بس يستقبل الرؤساء اللي احنا للاسف متعلق بهم حتى يخلصون شغل العراق. يعني قمه فاشله، تحضير فاشل، حتى الكلمات في التفكير في القاء الكلمات يعني
يعني حتى رئيس وزير الخارجيه الايراني اعطى كلمه باللغه العربيه، ليش؟ يعني حتى يبين يعني انه تسوي عربيه. انتم دمرتوا العراق اساسا، اليوم تحكي باللغه العربيه، انتم حتى اللغه العربيه بالعراق دمرتوها، والمناهج بالعراق دمرتوها، والمدارس بالعراق وقفتوا الزحف، زحف التعليم بالعراق. اليوم تحكي بالكلمه العربيه للاسف كانت سنه فاشله بمعنى الكلمه. شكرا أبو علي من واسط كان معنا. طبعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهته قال بأن العراق واجه على مدى السنوات الماضية تأثيرات سلبية، وأضاف السيسي خلال كلمته ضمن المؤتمر بأن العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وشدد على وقوف مصر ضدها ودعم استعادة العراق لمكانته التاريخية وموقعه في العالم العربي، كما ودعا الرئيس المصري إلى تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي ضمت العراق ومصر والأردن بشكل فعلي. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أكد بأن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار بقية دول المنطقة، وعبر بن حمد خلال كلمة له في العاصمة بغداد عن دعم بلاده لوحدة العراق ودعمه لمركزية السلاح، مشيرا إلى أن ما تعرض له العراق من أزمات وحروب حال دون استثمار مقدراته. وأكد أمير قطر بأن المنطقة برمتها ومنها العراق تمر بتحديات وأزمات تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. معنا اتصال أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك يا أهلا أبو أحمد. أبو أحمد، كيف تنظر إلى قمة بغداد؟ والله قمة بغداد هاي صارت في 100%. وأول يوم صارت 3 أيام كل ما أقوله والله المعروف البيت وأطلع برا، صفت الرجل وأطلع أخرج برا أطلع، ما أرد أسمعهم لأن ما بيهم فايدة خلاص، لأن هاي البعض ما شاء الله ضغط رجع، يعني ما شنو الفايدة؟ وجاوب القمة، القمة اللي هاي مش سموها. هي هذه ما أقول لا أكثر ولا أقل. هاي على مود الشهرة، على مود الانتخابات، على مود بس واجه فقط، كل ترى ما. أي والله. نعم. وشكرا. شكرا لك أبو أحمد من صلاح الدين. طبعا السعودية والكويت أكدتا دعمهما لاستقرار العراق ووحدة أراضيه، وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بأن بلاده تطالب بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، مشيرا إلى أن استقرار الأمن في العراق يسهم في استقرار المنطقة بأكملها. ومن جانبه بيّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن المملكة تطالب بالعمل على تعزيز استقرار العراق وحفظ مؤسساته ومنع أي تدخل خارجي في البلاد. وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أكد استعداد بلاده لتقديم الدعم من أجل أمن العراق واستقراره، فضلا عن المشاركة في المشاريع الاستثمارية التي تنهض بالبلاد. ودعا وزير الخارجية التركي مولود أوغلو خلال كلمة له في مؤتمر قمة بغداد إلى أن لا يكون العراق ساحة للتنافس، فيما جدد رفض تركيا وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية لأنه يهدد استقرار العراق ودول المنطقة. طبعا في إطار تدخلات إيران في الشأن العراقي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان قبيل مغادرته إلى العراق للمشاركة بمؤتمر دول الجوار بأنه كان من الضروري دعوة سوريا إلى هذا المؤتمر. وأضاف عبد الهيان بأن إيران على اتصال مع النظام السوري فيما يتعلق بأمن المنطقة، وأن طهران بصدد التشاور مع دمشق وشأن مخرجات قمة بغداد، ويشارك فيها المؤتمر إلى باستثناء سوريا قطر والإمارات ومصر وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واليابان. نعم. طبعا الرئيس الفرنسي، حتى نتحول إلى 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 نبقى في نفس السياق، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بأن الشعب العراقي عانى الكثير بسبب الحروب والأزمات، وأشار بأنه لا ينبغي التراخي في مواجهة الإرهابيين، داعيا إلى تأمين عودة النازحين وإعمار مناطقهم المدمرة، كما دعا إلى إشراك حوار العراق بعملية دعم العملية السياسية في العراق خشية عدم وجود حلول للتهديدات الأمنية في المنطقة، كما صرح عقب المؤتمر بأن قوات بلاده ستبقى في العراق في إطار ما يسمى بمكافحة الإرهاب. خلونا نشوف يعني
هناك من انتقد يعني صراحة الكثير من العراقيين انتقد بعض التصرفات التي صارت في القمة. خلونا نشوف هذا المقطع الكاظمي اللي يتكلم في القمة، وكذلك يعني في الأثناء يتكلم وزير الخارجية حسين فؤاد ووزير المالية علاوي في خلال إلقاء الكاظمي الكلمة، مما أثار استغراب العراقيين. خلونا نشوف المقطع. الخارجية الإيرانية أن حجم التبادل التجاري كان 300 مليار دولار والصحيح هو 13 مليار. أشكر جميع الإخوان، أشكر جميع السادة الحضور، أشكر رؤساء الدول، أميرة قطر، جلالة الملك. نعم، يعني العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي تساءلوا يعني ما معقول انه رئيس الوزراء ده يتكلم في هذا المؤتمر وجايين ده يحكون وزير التخطيط ووزير الماليه ووزير الخارجيه، يعني اعتبروها بانه غير صحيح، تصرف غير صحيح وبانه يخالف الاتيكيت والاعراف الدبلوماسيه. كذلك وزير الخارجيه الايراني عبد الهيان رفض ان يقف في مكانه المخصص لوزراء الخارجيه وأصر على الوقوف مع رؤساء وملوك وأمراء الدول في الصف الأول، مما أثار حفيظة العراقيين وكذلك العرب على منصات التواصل الاجتماعي واعتبروه بأنه تصرف، ومنهم من وصفه بتصرف وقح، ومنهم من قال بأنه تصرف متعمد للقول بأن إيران موجودة، إيران هي صاحبة النفوذ، إيران حتى وإن كان وزير الخارجية هي تقف بمستوى الرؤساء والملوك والأمراء. خلونا نشوف هذا المقطع. نشوف المقطع. نعم، وتحت وسم قمة بغداد الكثير من العراقيين ومن العرب غردوا، وخاصة حول تصرف وزير الخارجية الإيراني. منهم من قال فراس السراي قال تصرف فض من وزير الخارجية الإيراني، يقول خروج عن اللياقة الدبلوماسية ويتعمد ترك المكان المخصص له ويقف إلى الأمام مع الملوك والرؤساء تاركا الصف الثاني المخصص لوزراء الخارجية. عبد الله البندر قال وزير الخارجية الإيراني يترك المكان المخصص له في الصف الثاني ويقف إلى الأمام إلى جانب الرؤساء، يقول ممارسات صبيانية تدل على عقدة النقص. نعم، معنا أبو صباح من الفلوجة. أبو صباح، كيف تنظر إلى قمة بغداد؟ تفضل أبو صباح، تسمعني أبو صباح؟ يبدو أن فقدنا اتصال مع أبو صباح من بغداد من الفلوجة. محمد مجيد قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الهيان يقول شبيح وبلطجي ردا على التصرف الذي قام به. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. حجم التبادل التجاري كان 300 مليار دولار والصحيح هو 13 مليار. أشكر جميع الإخوان، أشكر جميع السادة، أشكر رؤساء الدول. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد. بالفعل يعني وفد مصطفى الكاظمي كان او وزير الماليه او وزير الخارجيه والتخطيط كانوا مركزين حيل مع كلمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. خلونا نروح على موضوع اخر وهو عوده مقتدى الصدر الى الانتخابات. يعني البارحه طلع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقال بانه سوف يعود الى الانتخابات، وندري كنا انه بالايام الماضيه يعني قرر عدم المشاركه بالانتخابات. واذا ناخذ تصريح للمستشار مالته قبل فتره قال بانه امر السيد مقتدى الصدر ب العودة إلى الانتخابات، خلص لن يعود إلى الانتخابات مطلقا. ويعني خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بنفسه وتحدث وقال بأنه لن يشارك في هذه الانتخابات بسبب ما وصفها محاربة المصلحين وكثرة الفاسدين. خلونا نشوف تدرج أو رفض مشاركة مقتدى الصدر، ومن بعد ذلك خلال لقاء تلفزيوني، وبعد ذلك خرج ببيان بنفسه أعلن بأنه لن يشارك أبدا في هذه الانتخابات. ومن ثم يوم أمس عاد مرة أخرى وأعلن رجوعه إلى المشاركة في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 10 من شهر أكتوبر القادم. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. سيد مقتدى الصدر جواش. ماكو ما أتدخل بالانتخابات، حرام علي إلى يوم الدين. ولا قائمة أنا كشخص ما أتدخل، ولا تدعم قائمة ولا نهاية نهاية يعني ولا مشروع ثائر جديد حقت روحي كاف يومية كل هم كمالك إن كل 4 سنين مصاصات كل 6 شهور كون انتخابات وتعالي عم طلعني ما له خبر قلت سوالف البرلمان الجاي ما بقائمة. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك، وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر. لذلك فإن العودة إلى المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي باتت أمرا مقبولا وميسرا، إلا أن البعض راهنوا على أنني لا أستطيع العودة لتلك الانتخابات. نعم يعني مرة يقول لن أشارك ومرة يقول يشارك بقوة. ويعني في المقطع الأول احنا اللي شفناه أنه أقسم بأنه لن يعود إلى الانتخابات، ولكنه عاد يوم أمس. كيف نفسر هذه الظاهرة، وكيف ينظر المواطن العراقي إلى رجوع زعيم التيار الصدري وتعهده في هذه الكلمة بأنه سوف يكون الكتلة الأكبر في الانتخابات القادمة؟ معنا أبو علي من الفلوجة، تفضل أبو علي. أبو علي أبو علي انقطع اتصال مع أبو علي من الفلوجة. رسالة يقول السلام عليكم إلى القناة البطل أخي عمر، المؤتمر هذا الفلوس فلوس النازحين فلوس للنازحين. يعني يا أخي اكتب كتابة صحيحة حتى نقدر نقراها ونفتهم عليها. الإملاء نعم. يقول السلام عليكم، لاحظ أخي المقدم الكريم بأن هذه الحكومات تعقد مؤتمرها في أحد القصور التي بناها صدام ويفتخرون به، وهذا يثبت بأنها تفخر بشيء أنجزته حكومة ما قبل 2003، ثم لم تستغل المؤتمر لإلزام دول الجوار باحترام المعاهدات التي تخص ملف المياه وحفظ الحدود من عمليات التهريب للمخدرات وغيرها مما يضر بالاقتصاد العراقي، وإنما أمتوا بالمجاملات التي لا تغني ولا تسمن
من جوع. نعم. خلونا نرجع إلى فيديو مقتدى الصدر لتصريحه قبل ما يعود مرة ثانية ويرجع ويعلن رجوعه إلى الانتخابات. ماكو ماكو ما أتدخل بالانتخابات، حرام علي إلى يوم الدين. ولا قائمة أنا كشخص ما أتدخل ولا تدعم قائمة ولا نهائي شيء نهائي يعني ولا مشروع ثائر جديد حقت روحي كاف يومية كل هم شمالك إن كل أربع سنين مصاصات كل ست أشهر يكون انتخابات وتعالي عم طلعني ما له خبر قلت سوالف البرلمان الجاي ما بيقعد. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك، وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر. لذلك فإن العودة إلى المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي باتت أمرا مقبولا وميسرا، إلا أن البعض راهنوا على أنني لا أستطيع العودة لتلك الانتخابات. نعم، أبو علي من الفلوجة يعاود الاتصال معنا، تفضل أبو علي. أبو علي انقطع اتصال مرة أخرى مع أبو علي من الفلوجة. نعم، رسالة على الواتساب نقرأها، يقول والله مشكلة، مفروض الإمارات ومصر يقاطعون إيران لأن وزير إيراني طلع لهم كلش، وهذا هو المأخذ الوحيد على القمة، بس الباقي كل شيء ممتاز. حسام يقول نعتذر عن قراءة الرسائل الطويلة جدا، يرجى أن تكون الرسائل قصيرة. يقول زعيم التيار الصدر ما يعرف شو يريد هو وجماعته. يقول أنا أعتب على محمد الصدر. نعم، أرجو أن تكون الرسائل بقدر المسؤولية، واكتب اسمك، اللي يريد يعبر عن رأيه يعبر عن رأيه برسالة مختصرة وبطريقة محترمة حتى نقدر نقراها كلها. صباح من القرمة، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك؟ يا هلا بك، أهلا وسهلا، تفضل. سلمك. نعم أستاذي، على مود القمة. والله أستاذ هاي كله عالم هيك. نعم، يعني أنت تشوف ما إلها فايدة للعراق؟ لا والله ما بيها فايدة. دعا الصب مصلحة من؟ والله مصلحة كل اللي جاي، مو مصلحة العراق. يعني شو ايش راح يستفادون؟ يعني ابو فرنسا مثلا شنو راح يستفاده من والله العراق برايك؟ كل واحد جاء يريد حطه حط. والله نعم نعم هذا اشوفه. وعلى مود مقتدى متقلب. نعم تراه متقلب. نعم متقلب. والله نعم أشكرك. شكرا لك أخي، كنت معنا من القرمة من محافظة الأنبار. إذن كيف ينظر المواطن العراقي إلى قمة بغداد، وكيف ينظر إلى عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 10 أكتوبر القادم؟ وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.